السلام عليكم، كيف دايرين؟ اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد لاطارت كتجي زوينه 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 بزاف. غادي ندوزو للمقادير. نحتاجو جوج كيسان ونص ديال الفرينه، كاس مع مرش ديال السكر، كاس مع مرش ديال الزيت، كاس ديال عصير البرتقال، ثلاثه البيضات، الزبده غير باش ندهنو الطاوه ديالنا. نحتاج واحد الكيس ديال جوج كياس ديال الخميره وكيس ديال الفاني. هادو هما المكونات ديالنا. ونحتاج واحد القبيسه ديال الملح، غادي نديرو البيض فواحد الطاسه باش ندربوه مع الملح. نضربوا البيض ديالنا مزيان. غادي نضيفوا الزيت وحنا مستمرين في التضرب. غادي نزيد الكيس ديال الفاني. نزيدو السكر، انا استعملت السكر الاسمر، تقدروا تستعملوا السكر العادي الابيض ماشي مشكل. ونبقاو مستمرين في التضرب. نضيفوا الكاس ديال العصير، غادي نوقفو تضرب بالضرب الكهربائي. وغادي نبداو نخلطو الطحين وكلشي غير بالضرب ديال اليد. كما قلت لكم غادي نضيفو الطحين غير بالضرب ديال اليد، نضربوه ونضيفو شويه بشويه. نضيفو الدفعة الثانية ديال الطحين. وغادي نضيفو الخميرة الكيماوية، جوج ديال الأكياس. ونبقاو مستمرين في التضرب. بعد غادي نحطو الكيكة ديالنا في الطاوة اللي كنا دهنها بالزبدة ورشينا عليها الطحين.
غادي نسرحوها مزيان مزيان باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. ومن بعد ما دخلناها الفرن دوكو خرجناها كتجي على هذا الشكل هذا كتحمر كتجي زوينه. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير ديال الكريم. غادي ناخذ لا كريم فريش، واحد العلبه ديال 45 سنتيلتر، علبه متوسطه، غادي نضربوها. نضيفو الماسكاربون، واحد العلبة ديال الماسكاربون، ونستمر في التضراب مزيان. غادي نضيفو السكر كلاسي، السكر ثقيل، جوج المعالق، غادي ناخدو نعصرو واحد شويه ديال الليم ونديرو السكر والماء باش نديرو السيرو اللي غادي نسقاو به الكيكه. غادي نطبخوه فوق النار غير واحد المده قليله ونحيدوه. دابا غادي ندوزو باش نحضرو لا كريم باتيسير اللي كتجي، لان الكيكه كتجي على ثلاثة ديال الطبقات. خدينا جوج كيسان ديال العصير ديال البرتقال ونص كاس ديال عصير ديال الليم. هذا الليم اختياري، يعني انا كنبغي هادشي حامضه على داكشي درت العصير ديال الليم. ودرت ثلاثة ديال السكر، معلقه ديال الكبر ديال السكر، وجوج معالق ديال المايزينا. غادي نديرها فوق النار حتى كتعقد، ومن بعد داك ربع كاس ديال عصير البرتقال كنضيفو عليها وكنخلط مزيان. ومن بعد ندير عليها بابي سيفيجيون، نخليها حتى كتبرد مزيان، عاد كنستعمل الكريمه هذه. بعد ما بردت الحلوه ديالنا الكيكه غادي نسقيوها بداك السيرو اللي كنا طيبناه، نسقيوها مزيان. راه كتنشف واخا كتشوفوا هاد الشيء كاس، ولكن كتنشف من بعد.
كنخويو عليها داك السيرو كامل وكنخليوها حتى كتنشف مزيان. ومن بعد كنديروا عليها لا كريم شانتيي اللي كنا درناه ونضيفوا عليها لا كريم ديال اللي درناه بالنشا وعصير ديال البرتقال. كنسرحوا هادشي كله ومن بعد كناخذوا الشوكولات وكنزينوها على هذاك لو ديسان ديال الملفاي او ترشوا عليها القرفه او داكشي اختياري او الكاوبل او الكاكاو داكشي كل واحد وشنو كيبغي. درتها بهذه الطريقه زينتها بهاد الخطوط ديال الشوكولات سمحوا لي راه الكاميرا كانت بعيده شويه على كتزين بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا دابا راه واضحه الصوره. كناخذوا واحد العود لي كوردون كنديروا بها نزوقوا به ناخذوا الخطوط هكا كيف ما كتشوفوا في الصوره واضح نديروها بالاتجاه العكسي عوده كتجي على هذا المنظر هذا كيف ما كتشوفوا. كندخلوها للثلاجه كتبرد ومن بعد كنقطعوها وبالصحه والراحه الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم وديروا لايك وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وعواشر مبروكه ورمضان كريم كل عام وانتم بألف ألف خير. وشكرا لكل المتابعين ديالي كنشكركم بزاف بزاف بزاف.